بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام إلى هذا الدرس الجديد والمجلس المتجدد من برنامجنا ودرسنا الأسبوعي في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: وروى أحمد عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا، وألقوا الخطاف والسراويلات، وألقوا الركب وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه توصيات في الملابس والمشي ولزوم الزي العربي والبعد عن الزي الأعجمي، هي توصيات عظيمة ومفيدة من أمير المؤمنين في ما يكون عليه المسلم من مظهر يليق بالمسلم ويجتنب فيه الزي غير المسلمين من الأعاجم وغيرهم، في المشي، في الملابس، في المظهر، كل ذلك مطلوب. نعم. وعن أبي عوانة فيه: وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. تمام هذا الأثر أنه رضي الله عنه قال: عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. لا شك أن الشمس فيها فوائد للجسم وقوة يتعودها الإنسان، لأنه بحاجة إلى أن يخرج للشمس ويمشي في الشمس ولا يلازم الظل. وفي وقتنا الحاضر جاءت هذه وسائل التبريد، الحقيقة أنها أثرت في القوة وفي الأبدان وأكسبتها ترفا لا تتحمل معه شيء من البروز للشمس، وهذا ضعف بلا شك. نعم. وفي فارق بين العهد القريب ليس القديم وإنما القريب، كان الناس يطيقون المشي المسافات الطويلة. نعم، كان الناس قبل أن تأتي هذه وسائل التبريد كانوا متربين على القوة وعلى مقاومة حر الشمس، عندهم جلد وعندهم قوة، تكسبهم الشمس قوة، والشمس فيها مصالح، تقتل الجراثيم وأيضا الإنسان يكتسب قوة بدل الميوعة. نعم. وعن أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني،
أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجديد ويتزين للوفود، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس والزينة، فكان عليه الصلاة والسلام يتزين للوفود بما عنده من اللباس الجميل ويتهيأ لاستقبالهم ويظهر بالمظهر اللائق، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ينبغي الاقتداء به في ذلك، وأن الإنسان يجعل له لباسا لمقابلة الناس والوفود والأمراء لكل مقام مقال. نعم، هذا الدعاء. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استجد ثوبا فإنه يدعو بأن يجعل الله له من بركة هذا اللباس وخيره وأن يكفيه شره. نعم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعا: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كذلك في هذا الحديث أن المسلم إذا لبس ثوبا جديدا يحمد الله على رزقه إياه ويسأل الله من بركته وخيره، هذا من الهدي النبوي. نعم. وعند أحمد والترمذي وقال حسن غريب: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا وذكره. نعم، وفي كذلك في الطعام إذا أكل طعاما يحمد الله، يسمي في أوله فيقول بسم الله ويحمد الله في آخره، وفي هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل، فيه شكر لله عز وجل. نعم. باب اجتناب النجاسة. النجاسة ضد الطهارة، والنجاسة على قسمين: نجاسة عينية لا تزول لا بالغسل ولا بغيره، وهي نجاسة الكلب والخنزير والميتة، ونجاسة حكمية، هذه النجاسة العينية هذه لا يمكن إزالتها، ونجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، هذه تطهر بالماء ونحوه في اللباس أو في غيره. عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة هي الفراش والقطعة التي تخمر بها أي تغطى بها الأشياء، كان يفترش صلى الله عليه وسلم، كان لا يتكله شيئا، تارة يصلي على التراب والطين حتى يرى أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم، وتارة يصلي على الفراش فهو لا يتكله شيئا عليه الصلاة والسلام. نعم. ولمسلم عن أبي سعيد: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. وتارة يصلي على الحصير وهو الفراش المنسوج من الخوص، وصلى الله عليه وسلم يصلي على ما تيسر. نعم. وعن المغيرة مرفوعا: يصلي على الحصير والغروة المدبوغة. نعم، ويصلي كذلك على الجلود المدبوغة، فهو يصلي على ما تيسر وعلى ما يكون عنده، ولا يتكله شيئا أو يداوم على شيء، وإنما يصلي على
ما تيسر، تارة على الأرض، تارة على الخمرة، تارة على الحصير. نعم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركت. نعم، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة المحمدية، لأن الأمم السابقة يصلون في كنائسهم أو في بياعهم ولا يصلون في غيرها، وسع الله على هذه الأمة فجعل لها الأرض كلها مسجدا تصلي فيه، أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مصلى يصلي من الأرض. وهذا أنه يصلي على عموم الأرض التي هي عنده، ما لم يكن أو يشاهد عليها أثر نجاسة فإنه يصلي عليها، سواء كانت صلبة أو سهلة أو رملا يصلي عليها. نعم. يعني الأصل في الأماكن مما سبق كله أن الأصل في الأماكن كلها، الأصل في الأماكن الطهارة ما لم يشاهد عليها أثر نجاسة. نعم. ولهما عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث رجل أدركته الصلاة فصلى فكلها مسجد. نعم، هذا من تيسير الله على هذه الأمة أنه جعل لها الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا، فهذا من تيسير الله، بينما كانت الأمم السابقة لا تصلي إلا في كنائسها وبيعها، وأول مسجد بني هو المسجد الحرام. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهي مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول مسجد وضع للناس. ثم مسجد الأقصى، ثم المسجد الأقصى وهو المسجد الذي أسسه إسحاق بن يعقوب عليهما السلام، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذه هي المساجد الثلاثة التي قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن ألف صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، وما عداها من المساجد في الأرض فهي سواء، لا يفضل بعضها على بعض، بل كلها سواء في ذلك، ولا تقصد الصلاة فيها أو يسافر إليها، وإنما يصلي المسلم في أي مسجد يقرب منه إذا حضرته الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بعض الناس يوسوس كثيرا ويكثر وسوسة في هذا الباب، في باب الطهارة، فإذا جاء في مكان أو حتى أحيانا في مسجد قال: هذه الفرشة يبدو عليها كذا، هذا السجاد يبدو عليه كذا، هذا الموضع يبدو عليه كذا، فيفسد صلاته وصلاة الناس. هذا وسواس، هذا يعتبر من الموسوسين أو من الجهال أو المتشددين، فيه متشددون من قلة فقههم وعلمهم. فالأصل الطهارة، والحمد لله، في الفروش وفي المساجد وفي التراب، وفي الأصل الطهارة، ما لم تعلم أن عليه نجاسة فتزيلها. نعم.
صلى الله عليكم معالي الشيخ وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح الفوزان هذا البيان. نلتقي وإياكم في المجلس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الريش، يترككم في رعاية الله وحفظه.